السلام عليكم متتبعينا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا واحد لا كوليكسيون ديال ماكن ديال الصابون ديال سامسونج. هذا الناس اللي العشاق ديال لا مارك ديال سامسونج. غادي نشوفوا الموديلات الاولين اللي فيهم صابون او لافير، يعني لافاج و اسوراج، وكاين الموديلات الاخرين اللي فيهم لافاج و اسوراج وزيد فيهم حتى السيشاج، فيهم السيشوار، يعني كتجبد الحويجات ناشفين 100% جبدهم ولبسهم. خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الموديلات كاملين وتعرفوا على الاثمنه ديالهم. اذا الموديل الاول عندنا هو هذا 8 كيلو، اللون ديالو غري بارد شويه. لا ريفيرونس ديالها دبليو 80 تي 3040 بي اس. الثمن ديالها كدير 5000 درهم. لي بروغرام كيف ما كتشوفوا هذا مبدل على لي ماشين الاخرين، لي بروغرام باينين في الطابلو دو بورد ديالها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للطومبو ديالها ما كبيرش بزاف، وحتى في الماكينه كامله اون جينيرال البروفوندور ما كيكونش فيها بزاف، ما فيهاش بروفوندور بزاف، فيها واحد 50 سنتيم تقريبا ما كاملاش. بالنسبه للناس اللي بغيو يكاستريوها تحت البوطاجي ما تاخذش لهم بزاف ديال ليسباس. كيف قلت لكم الثمن ديالها هو 5000 درهم. الموديل الثاني عندنا هو هذا دبليو 80 تي 554 دي ا ان 1. كيف ما كتشوفوا موديل كيتميز بالكونسوماسيون القليله اللي فيه. الكولور ديالها غري مبدل شويه على الموديل الاول. زيد فيها الباب ديال الادواتش، كنزيدوا فيها الحويجات في حاله مثلا نسينا شي حاجه اولا بغينا نزيدو على التصباين اللي بديناه، يمكننا نحلو داك الباب الصغير اللي فوق، كنديرو بوز للماشين لافي وكنزيدو الحويجات من داك البويب الصغير. كيف ما كتشوفو لي بروغرام ما كيبانو حتى كنشعلو الماشين لافي ديالنا اللي كيبانو لي بروغرام. الموديل الثالث بالنسبة للثمن ديال هاد الماكينة اللي شفنا دابا كدير 5900 درهم. هاد الموديل الثاني الثالث هو هذا كيف ما كتشوفو تقريبا بحالو بحال الاول، بدل عليه شوية في الديزاين. تا هو فيه 8 كيلو، لي بروغرام تا هما باينين في الطابلو دو بورد ديالها. تا هو فيه الكونسوماسيون قليله، يعني ما كتاكلش بزاف ديال الضوء وديال الماء. كيف ما شفتوا لي بروغرام كاملين باينين تما، على عكس الماكينه اللي شفنا الاولى لي بروغرام كيبانو في لافيشور. الثمن ديالها كدير 5000 درهم. الثمن ديالها عفوا كدير 5500 درهم. غادي نشوفوا هذا الموديل هذا ديال 18 كيلو. هذا موديل كبير، هذا فيه سيشوار بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الصابون بزاف، اولا غادي يمكن لك دير فيها لي زور مانطات صغار، تجمع الحوايج الى كنتي جامعهم بزاف. غا هو بالنسبه للحجم ديالها كيكون ملي كتوصل فوق 12 كيلو كتولي الحجم ديال في العرض والطول ديالها مبدل على لي ماشين لافر. الماكينه اللي تابعها عندنا الموديل ديال 9 كيلو كيفما كتشوفوها، حتى هي فيها لوبسيون ديال الادواتش، كتزيد فيها الحويجات اللي بغيتي تزيدهم، كدير بوز وكتزيد الحوايج. الثمن ديالها كدير 6900 درهم. لا ريفيرونس ديالها دبليو دبليو 90 تي 654 دي ال ان 1. كيفما كتشوفوا 9 كيلو، بالنسبه للحمولات الكبار حتى هي خدامه ليهم. الطومبور ديالها حتى هو تبارك الله كبير. لي بروغرام ديالها حتى هما كيتافيشيو في لافيشور، ما مكتوبينش تمايا، يعني في الخدمه ديالها مبدله شويه على الموديل الاول اللي شفنا. دابا غادي ندوزو لي ماشين اللي فيهم السيشوار. كيف ما كتشوفوا 7 على 5، حتى هي فيها الادواتش، يمكن لك تزيد فيها الحوايج. كاينه 10.5 على 7 وكاينه 12 على 8. بالنسبه ل 7 على 5 كدير 7500 درهم. 10.5 على 7 كدير 8700 درهم، و 12 كيلو كدير 10000 درهم. 12 على 8، 12 على 8 ما فيهاش لوبسيون ديال الادوار، ما يمكنش ليك تاجوتي فيها الحوايج، يعني الباب كيتسولت ماشي بحال الموديلات الاخرين. بالنسبه لي ماشين لافي كامل اللي شفتو فيهم 20 عام ديال لاكارونتي على الموتور، وعام على الماكينه كامله. اذا شفنا الموديلات كاملين، هاد الموديلات جداد كاملين كيف ما كتشوفوا راه عندهم لوبسيون ديال لي بروغرام كيبانو في لافيشور، وفيهم كاين اللي فيهم الادواش وكاين اللي ما فيهمش. كاين اللي كيفضل يخدم بالادواش وكاين اللي ما كيبغيش يخدم بها. هذا مكان كيف ما شفنا الموديلات لا كوليكسيون كامله ديال سامسونج شفناها. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.
ما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم، وما تنساوناش بلي جيم ولي كومونتير والبارطاج حتى هو، وساندونا ساندونا باش نقدموا لكم ما هو افضل في قادم الايام ان شاء الله.